السلام عليكم طلبة الأعزاء، اليوم سوف تكون المحاضرة استكمال لمحاضرتنا السابقة عن التوزيع الاحتمالي. اليوم سوف نتكلم عن التوزيع الاحتمالي ذو الحدين The Binomial Distribution، ويعبر عن نسبة النجاح والفشل، وهو من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة التي أي بمعنى أن قيم الـ X تأتي من العدد. If B, the probability that an event will happen in any single trial called the probability of succeed. Q equal 1 minus B is the probability that it will fail to happen in any single trial called the probability of fail. بمعنى أنه نفس الكلام السابق في المحاضرة السابقة أنه هناك احتمالين، احتمال النجاح اللي هو راح يمثله أن الـ X اللي هو succeed، وأيضا احتمال الفشل اللي هنا راح تمثله ان ما يعرف بالـ N ناقصا X اللي هو شيء مثلنا طلاب فيلر. اوكي will occur. يعني الفشل اللي يحدث عندنا نتيجة الحادثة. احنا راح نطبق هنا في القانون معين هو اللي راح نشتغل على اساسه، القانون اللي هو ايش راح يقول؟ احتمالية الـ X C لكل من N X لكل من N X، والـ B احتمالية النجاح مرفوعة للـ X، والـ Q اللي هي احتمالية الفشل اللي هي N ناقصا X. اول شيء راح نكتب القانون بصيغة ثانية، وبعدين نحاول نفتهم كل يعني رمز موجود بهذا القانون. نقدر نكتبه بحيث ان الـ probability of x شو يساوي لنا؟ مفكوك الـ n على مفكوك الـ x، n ناقصا x مفكوك، b مرفوع للـ x، والـ q n ناقصا x. شو تمثل لنا طلاب هذا الحكي؟ هنا where الـ n هي number of trial عدد المحاولات، الـ X هنا نشرح تمثل لي probability of succeed in N trial محاولات النجاح التي حصلنا عليها. أوكي الـ N ناقصا X شو تمثل لي probability of failure in N trial we do it. يعني هنا الان ناقص x هي الفشل اللي حصلنا نتيجه انه العمل اللي اشتغلناه. اوكي ريمبر الكونتينوس بروبابيلتي ديستريبيوشن هي المن او شو تمثل، يا طريقه نحلها هو نحلها بطريقه النورمال ديستريبيوشن اللي هي من تجينا من ميجرينج. اوكي القياس. النوع الثاني مثل ما قلنا هي عباره عن ديسكونتينوس اللي هي القطع اللي هي تجينا من بروبابيلتي ديستريبيوشن ار ايش counting. طبعا هنا الديسكونتينيوس طريقتين لها للحل، الطريقه الاولى اليوم اللي راح نتعلمها اللي هي الباينوميال ديستريبيوشن، والطريقه الثانيه ان شاء الله بالمحاضره القادمه اللي هو البويسون. فمثل ما قلنا اذا الباينوميال ديستريبيوشن توزيع احتمالي ذو الحدين ايش راح يكون؟ حيكون عندنا نفس الحاله نجاح وفشل. النجاح ايش وقت؟ عندما يعني كانه البي شو يساوي لنا؟ الواحد طبعا ما ننسى هو الاحتماليه بشكل عام، هي الاحتماليه هي شو تكون مجموعها واحد حتى طلع الفشل ونفس الطريقه السابقه اللي طلعناها اللي هي واحد ناقصا نسبه النجاح حتى اقدر اطلع قيمه الفشل. بس نتذكر شغلات قبل ما نبدي بالامثله بالنسبه للمفكوك بعض القيم، انه مثلا مثل ما نقول انه مفكوك الصفر هو عبارة عن شقد؟ هو واحد. مفكوك الواحد هو شقد يساوي لنا؟ يساوي لنا واحد. من أقول مثلا مفكوك الأربعة، إذن هو عبارة عن أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد، هاي فقط للتذكير. طبعا من أقول مفكوك الـ N إيش راح يساوي؟ راح يساوي لنا N N ناقصا واحد N ناقصا اثنين إلى N نوصل الواحد، هاي فقط للتذكير طلاب. اوكي زين حنحاول نشوف المثال الاول ونطبق حتى تكون الموضوع يكون اوضح.
بالنسبة لإكزامبل 1 the probability distribution for getting heads in n toss of a coin is إذا كانت احتمالية رمي يعني هي قطعة النرد آسف قطعة النقود قطعة النقود والحصول على الهيدز الهيدز هنا شو تمثل لي طلاب تمثل لي الكتابة يعني التيل هنا شو راح يمثل لي حيمثل لي الصورة فشو الاحتمالية اللي راح نحصل عليها قبل ما نفسر السؤال احنا نتذكر الكوين قطعة النقود قطعة النقود بشكل عام هي من تتكون الكوين يعني من اجي هسه اريد خلينا نقول الكوين حيتكون من حالتين اما راح يكون عبارة عن تيل واما او يكون ايش عبارة عن هيد فاما يكون صورة او شي يكون كتابة بمعنى ان احتمالية النجاح والفشل هي متساوية فالاحتمالية انه اني احصل على تيل هي نص واحتمالية انه احصل على هيد هي نص ليش لان هو بشكل عام هو 2 على 2 يعني من نجي الكوين مات الاحتمالية هي 2 الى 2 لان مجموع الاحتماليات ايش قد هو واحد على الصحيح مثل ما قلنا فاحتمالية احصل على صورة هي مقدارها ايش قد بالرمية الواحدة هو اكيد واحد ويعني بالنسبة هنا وهنا نفس الحالة فلهذا تكون نسبة النجاح والفشل هي متساوية علما للحصول على تيل او الحصول على صورة اوكي راح نرجع للمثال مثل ما قلنا the probability distribution for getting heads in n toss of coin is هو هاي الاحتمالية هو منطيها ان بس احنا بالسؤال بعد ما ننطيها هاي انت بعد تعرفها لازم for example اذا كانت العدد الرميات n اجي احل السؤال اول شيء مثل ما قلنا هي n من الرميات عددها ايش قد عددها 3 اوكي من اجي راح ارمي قطعه النقود هذه من الممكن بالرميات لثلاثة ولا مره احصل هيت اوكي طلاب انتبهوا وياي ايش حنحللها فاذا الحاله الاولى انه probability الحاله الاولى probability المن الحصول على هيد سي ايش قد تساوي انه هي صفر الاحتماليه الثانيه انه اني من راح ارمي قطعه النقود احتماليه الحصول على واحد ايش واحد هيد الاحتماليه الثانيه لرمي قطعه النقود الثالثة لرمي قطعة النقود ثلاث مرات إنه أحصل على two heads الاحتمالية الأخيرة والرابعة الاحتمالية رمي قطعة النقود إنه أحصل في ثلاث مرات heads راح نطبق هذا الحكي على القانون اللي هسه قبل شوية حكينا عنه ونشوف شلون حنسوي فمن نجي بالنسبة للحالة الأولى شلون حاجه اطبق عليها القانون حنقول واحد انه احتمالية الحصول على هيد ولا مرة صفر راح اجي اكتب القانون بالصيغة الأولية عدد الرميات الإجمالي هو إيش قد ثلاثة عدد حالات النجاح للحصول هو صفر أنا مثل ما قبل شوية فهمتكم إنه احتمالية إنه أحصل على هيد هي نفس الاحتمالية اللي أحصل على تيل اللي هي واحد إلى اثنين فإذا معناته هنا أنا البي حد سوينا واحد إلى اثنين مرفوع للإكس اللي هو حالة النجاح اللي هو ولا مرة نجحت فاللي هي صفر نكمل بالنسبة لكيو هو نفس الحالة اللي هو عبارة عن النصف الاحتمالية حتكون n ناقصا x اللي هي 3 ناقصا 0 اوكي حنحول هاي الصيغة بس هالمرة راح نكتبها هاي الصيغة بعد ما نكتبها لان احنا حنشتغل على الصيغة اللي هسه حكتبها هي هاي اساس شغلنا حصير حنجي نكتبها حصير معناتها مفكوك 3 على مفكوك الصفر هنا 3 ناقصا 0 كمفكوك
نصف مرفوع للإكس اللي هي صفر، وهنا الكيو اللي هي نصف ثلاثة ناقص صفر. طلاب الخطوة الأولى يفضل إنه أنا أسوي المفكوك وحتى أخلص من الأرقام من خلال الاختصار. هنا معناتها جايت لي من ثلاثة في اثنين في واحد، هنا مفكوك الصفر هو عبارة عن قيمة واحد. نفس الحالة هنا بالنسبة للمفكوك ثلاثة ناقص صفر هو ثلاثة، فمفكوكها حيصير ثلاثة في اثنين في واحد. أي قيمة مرفوعة للصفر إذا هي قيمتها شقد؟ واحد. هنا نصف مرفوع لثلاثة حيصير واحد إلى ثمانية. أحاول هذا كله حيروح مع هذا، فإذا إيش راح يبقى لنا؟ راح يبقى لنا هسه من أجي حيبقى لنا إنه احتمالية تكون الهيدز صفر هي واحد إلى ثمانية. هذا بالنسبة للحالة الأولى إنه أنا ما راح أحصل ولا مرة على الهيد. أوكي. الاحتمالية الثانية إنه عند رمي هذا الكوين إنه احتماليتي أنا هحصل على إيش؟ على واحد هيد. راح نكتب هسه القانون، حيصير مفكوك بثلاثة. مفكوك ثلاثة، مفكوك الواحد ثلاثة ناقصا واحد. هنا أيضا شقد قيمة البي؟ قلنا قيمتها نصف. ليش قيمتها نصف؟ لأن احتمالية الحصول على هيد هي واحد إلى اثنين، لكون بشكل عام الكوين لها وجهين، لو تيل لو هيد، فاحتمالية إن السقوط حتكون واحد إلى اثنين، فلهذا حصير واحد إلى اثنين. عدد مرات النجاح هنا حتكون واحد. بالنسبة للكيو نفس الحالة، واحد إلى الاثنين اللي هي الفشل، حتكون هالمرة عدد الرميات الكلي اللي هو ثلاثة ناقصا إيش؟ ناقصا واحد. أيضا نجي نسوي المفكوك، المفكوك هنا حصير ثلاثة في اثنين في واحد، مفكوك الواحد هو الواحد، هنا ثلاثة ناقصا ثلاثة ناقصا واحد هو اثنين، فمفكوك الاثنين هي اثنين في واحد. هنا للنصف مرفوعة حيكون واحد إلى اثنين، وهنا ثلاثة ناقصا واحد فيبقى اثنين، فواحد إلى اثنين كل تربيع حيطلع لنا واحد إلى أربعة. أيضا نفس الحالة نجي نختصر القيم هنا، من نجي نختصرها تبقى لنا هنا لثلاثة. أوكي، فمعناتها ايش راح يصير هسه عندي؟ البروبابيلتي حتصير عندي 3 الى 1، وهنا مضروبه في 1 الى 8، فمعناتها اذا احتماليه انه انا احصل على هيد 1 هو عباره عن 3 الى 8. هاي الحاله رقم 2. هسه نجي نكمل الحالة اللي بعدها، انه اني احصل احتمالية احصل two hits من خلال ثلاث رميات. فمن اجي اريد اشتغله هسه هذا حيصير كالتالي، ايضا مفكوك لثلاثة على مفكوك الاثنين اللي هو اللي هي الاكس عدد حالات النجاح، ان ناقصا اكس كمفكوك، احتمالية انه البي هي النجاح الاثنين، وهنا الكيو اللي هي الفشل ايضا احتماليتها هو النصف، فحتكون ثلاثة ناقص اثنين عدد الرميات الكلي ناقصا حالات النجاح. نجي نكمل، فمباشرة أيضا يعني بعد ما نريد نعيد ونطول بيها حيطلع لنا 3 إلى 8، هاي الحالة الثالثة. الحالة الأخيرة والرابعة إنه جميع الرميات
راح تنطيني احتمالية الحصول على الهيت في probability 3 هيت. شو راح يساوي لنا؟ حيساوي لنا هنا انه 3 كمفكوك. ايضا هنا ايش راح تصير؟ من حالات النجاح كلها فثلاثة ناقصا كمفكوك، وثلاثة ناقصا ثلاثة أيضا كمفكوك، وهنا نصف مرفوع لثلاثة للنجاح، وهنا النصف، وهنا النصف. أوكي اوكي هنا راح اكتبها حتى لا تصير مشكله انزل لي جوا. فهنا اللي هي ايضا حصير نصف 3 ناقصا 3، فراح تطلع لي الاحتماليه 1 الى 8، وهاي هي الحاله الرابعه. هسه راح نحكيها، خلينا نسميها احنا بالعاميه بشكل عام بالعد بياناتنا مثل ما يقولون. الحالة الأولى لما نجي نحكيها إنه ثلاث مرات أنا أحصل على هيت من خلال الرميات الثلاثة. الحالة الثانية إنه أنا أحصل على مرتين هيت واحد إيش تير. الحالة الثالثة إنه أنا أحصل على هيت واحد مع اثنين تير. الحالة الرابعة انه كل الرميات اللي انا ارميها راح احصل على ايش؟ على تير. هسه نجي نكمل بالمعكوس، بمعنى اخر انه رمية واحدة ححصل على تير، والبقية ايش راح احصل؟ على اثنين هيد. بعدين الرميات من ممكن انا احصل على اثنين تير وواحدة ايش؟ وواحدة هيد. الاحتمال السابع من الممكن أنا أحصل على تير ثم هيد ثم تير. الاحتمال الأخير إنه أنا من الممكن أحصل على هيد ثم تير ثم هيد. من نجي نحسب هاي الحالات إيش كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. القصد من هاي الحكاية إذا أنا المفروض عندي ثمان احتمالات. أنا ليش سويت هذا الشيء؟ حتى نراويكم فد شغلة. هنا ايش قلت؟ 1 الى 8. 3 الى 8 ايش قد صارت؟ 4 الى 8. و3 صارت 7 الى 8. و1 اذا هي 8 حالات، اذا حكينا صحيح. ليش؟ من اني اجي هسه شنو معناتها؟ معناتها انه هاي الثمانيه هي منين تجيني اذا حللناها؟ اساسها هو الاثنين. التحليل مالتها إذا عدد الرميات، طيب نجي هسه نحللها لثمانية على الأساس لاثنين، هنا ايش قد حيصير؟ اثنين للأس ثلاثة اللي هو ثمانية. فبالتالي إذا هذا التحليل هو التحليل الصحيح، إنه احنا إذا حللناها للآن إنه هي ثلاث مرات هي ثمان حالات أو ثمان استجابات من الممكن أن تظهر لي الهيد من خلال رمية الكوين ثلاث مرات. طبعا طلاب لازم شوية نركز، لأن ترى هي أسهل حالة هي الكوين اللي هو العملة النقدية، لأن هي فقط بها حالتين. بعد شوية راح تجينا حالات أصعب وراح نحاول نحللها، فلازم نركز على كيفية قراءة السؤال، لأن تجينا أمور هيقول لك الطالب اوكي مو انت هسه وقلت لي انه هو النجاح هو البي والكيو هو الفشل، صح؟ بس مو انت انتبه، اذا جتك صيغه السؤال هو اللي يقول لك انه الفشل هو النجاح، فهنا انقلبت الحاله. فارجو التركيز. نجي على المثال رقم 2. If 10% of items produced by a machine are defective, find the probability that out of 5 items A none are defective. هنا يا طلاب أنا عندي حالات نجاح وفشل. آسف أنا رحت على السؤال الثالث. أوكي نرجع على السؤال الثاني، آسف لأن بصراحة مريض جدا، ف
حتى المحاضرة تأخرت، أنا كل مرة أسويها قبل فترة، فأني آسف جدا. نرجع الموضوع لـ example 2. Find the probability of getting number 1. هو بالنسبة للـ A، الحالة الأولى عندك كذا الـ probability عندك حتحصل 2 heads in 6 toast. يعني أنا بهاي الحالة شو راح أحصل؟ إنه أوكي أنا أريدني إنه ححصل 2 heads in 6 رميات. إن إيش؟ بست رميات. الطلاب من اجي اريد اكتب، شلون اجي احل السؤال؟ طلاب هو يفضل انه نحله بصيغه، اول شيء نكتب المعطيات حتى لا ننساها الطلاب، نخلي المعطيات امامنا. الحاله الاولى دي يقول لي حالتين نجاح، حالتين نجاح من اصل ايش قد؟ 6 رميات. حالتين نجاح من اصل 6 رميات. على كيف نتذكر هاي ايش؟ هاي كوين. الكوين ايش قد الاحتماليه؟ راسا حتقول لي الاحتماليه البي تساوي لنا نصف، وبالنسبه للفشل ايضا هي ايش قد تساوي لنا؟ تساوي لنا نصف. اوكي نيجي نكتب هسه القانون. اذا ايش راح يصير بالنسبه للاحتماليه عندما الاكس تساوي لنا 2؟ حيصير اول شيء نتذكر القانون حتى لا ننسى القانون. هنا ايش راح يقول لي طلابنا الاعزاء؟ حيقول لي بالنسبه اللي هنا n اوكي على ايش؟ كمفكوك. وهنا الاكس كمفكوك، n ناقصا الاكس كمفكوك، b مرفوع للاكس، والكيو الان ناقصا اكس. اوكي نيجي نكتبها نعوض. الآن إيش كم حالة أنا عندي الرميات؟ عندي هالمرة 6 رميات كمفكوك، وهنا عندي حالتين نجاح، 6 ناقصا 2 كمفكوك، البي هي عبارة عن نصف مرفوعة لعدد حالات النجاح اللي هي 2، وهنا أيضا أنا عندي نصف لعدد الحالات اللي هي 6 ناقصا 2. نجي نشتغلها مثل ما قلنا، الحالة الأولى إنه مباشرة نسوي المفكوك. المفكوك هو هنا منين جاني؟ من 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 على 2 في 1. هنا 6 تروح 2، إذا هي 4 مفكوك. الأربعة حيكون 4 في 2، آسف 4 في 3 في 2 في 1. هنا مباشرة نربع القيم، وهنا واحد يعني نصف مرفوع للأس 4 حيطلع لنا 1 إلى 16. مثل ما اتفقنا إنه نخلص من هاي الشغلات الموجودة هنا من 4 ثمادون بالنسبة هنا، وهنا الاثنين ويا 6، فراح تبقى لنا 3. إذا هسه 3 في 5 15 على 1، ف 15 إلى 1 مضروبة في هنا احنا ضربناها 4 في 16 فيطلع لنا 1 إلى 64. إذا احتمالية إنه 2 هيد إن 6 توست يساوي لنا 15 إلى 64. هاي الحالة الأولى اللي هو طلبها من عندي. طبعا نجي نحللها فبالتالي إذا معناته إن total out coins إيش راح يساوي لنا؟ حيساوي لنا 2 للأساس، هو طبعا كأساس 6، فيطلع لنا الطلاب الأعزاء حيطلع لنا 64. نكمل بالنسبة للحالة الثانية. بالنسبة للحالة الثانية إيش ده يقول لي؟ إذا احتمالية the probability هنا at least 4 head in 6 toast. طلاب أيكم بس هنا هاي اللي حكتبها ما تنسوها. من يقول لي at least
مباشرة ايش تتذكر؟ تقول إذا معناتها الـ x أكبر ويساوي، من أقول لك at most مباشرة ايش راح تتذكر؟ إنه الـ x هي حتكون أصغر أو يساوي. هذا أو هاي الملاحظة طلاب الأعزاء هاي تنحفظ، هاي إيش؟ تنحفظ وما تنسي، يعني هاي مهمة راح نطبقها بهواي أماكن. إذا نرجع هسه للسؤال مالتنا، إذا حسب هذا الحكي الـ probability هنا شنو معناته؟ شلون حتنكتب؟ حتنكتب x أكبر أو يساوي نجقة طلاب الأعزاء 4. أوكي، أكبر أو يساوي لنا 4، معناته إنه هي إيش كم حالة وياي؟ هي 6 حالات. من يقول لي هي أكبر ويساوي 4، إذا هي الأربعة داخلة وأصعد، معناته الـ x حتى طلع الاحتمالية هاي الجديدة بمعنى معناتها إنه حتنكتب بهاي الصيغة الـ probability x يساوي لنا 4 زائد احتمالية إنه الـ x يساوي 5 زائد احتمالية إنه الـ x يساوي لنا 6. نعيد الحكاية شلون سويت هذا الشيء. هو زي يقول لي إن احتمالية تكون الـ x أكبر أو يساوي لنا 4 مثل ما قلنا at least، معناتها تأخذ أكبر ويساوي. فأكبر أو يساوي 4، إذا قيمة الأربعة داخلة وجميع القيم اللي فوقها واللي تخص السؤال. هو زي يقول بالسؤال إنه هي الحالات 6 حالات، فإذا هي معناتها من الأربعة إلى الستة هي اللي تحقق لي الشرط. فإذا هي الأربعة والخمسة والستة. أجي هسا كتبت القانون مثل ما تشوفون، هسا أجي أعوض بالقيم، فش راح يصير؟ أفتح قوس خلينا نقول كبير هنا، شوف طلاب شو راح أكتبها. حنقول مفكوك الستة على مفكوك الأربعة، 6 ناقصا 4 كمفكوك، زائدا شوفوا زائدا مفكوك الستة 5 اي اللي هي يعني اسف المفكوك 6 ناقصا 5 زائدا مفكوك الستة على مفكوك 6 و6 ناقصا 6 كمفكوك السد. هسه هذا القوس الكبير، واجي اكمل هنا نصف اوكي مرفوع للأس 6، لان عدد حالات هنا. انتبهوا على هاي الفيك اللي انا سويتها، لان هنا انا ليش كتبت 6؟ هسه حنجي نحكيها اوكي. وهنا ايضا نصف n ناقصا x اللي هي 6 ناقصا 6. شوف طلع حتى لا اعيد، حتى لا أعيد وكل ساعة أكتب، يعني هسه أنا سويتها بخطوة واحدة، كتبت احتمالية الأربعة واحتمالية الخمسة واحتمالية الستة، ثلاثة كتبتهم فس وجماعتهم، ومباشرة بعدين ضربتهم باحتماليات النجاح والفشل. من اشتغلتها هنا رأسا شقد كتبت؟ 6. ليش؟ لأن العدد الإجمالي لحالات النجاح بشكل عام هي 6، وأني بما أنه اختصرت الخطوات فإذا هي هنا ايش راح تصير؟ 6. ونفس الحالة هنا بالنسبة لحالات الـ n ناقصا x العدد الإجمالي هي 6، فبالتالي ما دام أنا كتبت النجاح من ممكن يكون كله 6، إذا من ممكن أنه أيضا الـ x اللي هو ما دام كتبت النجاح هناك 6 إذا هنا لازم يكون 6. أو تريد تكتبها بالطريقة الاعتيادية اللي هي شنو معناتها الطريقة الاعتيادية؟ بس أول شيء خلي أطلع ناتج بعدين أرجي أكتب الطريقة الاعتيادية. طبعا أكيد مفكوك إلى آخره، ما نضيع وقت، حصير الاحتمالية إذا الـ x أكبر أو يساوي لنا 4 هي عبارة عن 22 على 64. هذا الفوق أقدر أكتبه بصيغة ثانية، يعني اللي هو شنو هي الصيغة الثانية؟ على كيفنا نتذكر، معناته بالبدايه لازم اطلع الاحتماليه الاكس تساوي لنا 4 اللي هي حتصير كالاتي مفكوك السته. هاي هسه طريقه اخرى، هاي هسه ايش؟ طريقه ثانيه
كمفكوك الستة على إيش قد عندي؟ أربعة كمفكوك ستة ناقصا أربعة كمفكوك، وأرجع هنا نشرح أقول نصف مرفوع للأس أربعة، وهنا نحصل نصف ستة ناقصا أربعة ونستخرج الناتج. أوكي؟ نيجي هسه المن الاحتمالية الثانية اللي هي الأكس تساوي نجقة طلاب الأعزاء اللي هي خمسة، وراح تكون مفكوك الستة على مفكوك الخمسة. أوكي؟ وستة ناقصا خمسة كمفكوك، وأجي هنا نصف للخمسة ونصف ستة ناقصا خمسة، وأيضا لازم أستخرج القيمة. أوكي، ولما استخرجت القيمة هس لازم إيش راح تجي probability، أو يعني المن الستة اللي حصير كمفكوك الستة على ستة كمفكوك ستة ناقصا ستة نصف للستة، أيضا نصف ستة ناقصا ستة، وينطيني مجموع. ومن ثم أجمع نتائج probability للإكس تساوي لنا أربعة زائد probability للإكس تساوي لنا خمسة زائدا probability للإكس تساوي لنا ستة، حتى يطلع لي الناتج اللي استخرجته اللي هو هذا. فبقت يمك انت الطريقه اللي تريد تشوفها اسهل، بقت يمك، بس طبعا اكيد الطريقه الاسرع والاسهل اللي هي كانت الطريقه الاولى. بس نفتهم شغله واحده من جيت انا سويت، بس اذكركم بيها، من جيت انا سويت انه هذا انتبه عليه، هذا انتبه عليه، صار مباشرة إجمالي النجاح، لكون أنه أنا أخذت كل الخطوات المحتملة لحدوث الفعل بخطوة واحدة، ما جزأتها. هاي النقطة المهمة اللي لازم تفهموها طلابي الأعزاء. طبعا هذا كان المثال الثاني اللي هو أيضا كان مثال بسيط جدا وسهل، لأن أيضا اعتمدنا على شغلة انه الكوين والكوين بحالتين فقط، فلهذا كانت احتماليه بسيطه. هسه راح تبدي الافكار الجديده، فلازم نركز. نيجي على السؤال رقم 3. If 10% of items produced by a machine are defective and the probability that out of 5 items A none are defective. هنا احتمالية، يعني اكو فد ماكينة، خلينا نقول هاي الماكينة قاعد تنتج لنا فد منتج معين، هذا المنتج المعين دا يصير به فد عيب بنسبة يعني 10%. بيقول لك اوكي، جد الاحتمالية الأولى، جد الاحتمالية الأولى ولا وحدة ايش؟ انه هي ديفكتيف. شوفوا طلاب، خليني نجي نشوف الحل الموجود بالملزمة شلون صار. هنا بقى الاحتمالية، شوفوا هنا أول ما بدأ دي فهمت الاحتمالية هنا شلون صارت. فبالوحدة هنا البي هي صارت أصبحت الإنتاج المعيب اللي هي خلينا نسميها هنا هو شو مسميها؟ ديفكشن، منشقة، معابة، المهم يعني هنا المشكلة اللي بيها. البقية اللي صارت بالنسبة هنا باعوا للكيو، ايش قد صارت قيمتها؟ هنا الكيو صارت هي ايضا صحيح تعبر لي عن probability of failure non defective، بس انتبه non defective، يعني هنا شنو صارت؟ غير معيبة. لأن أنا هو دي يقول لي بالسؤال هي ترى 10% of items produced by a machine are ايش؟ defective، معاب. فهنا الحالة صارت إنه succeed هي اوكي البي اللي هو شو حيمثل لي؟ اللي هو defection اللي هو حيمثل لي 10%، والباقي 90% حيمثل لي non defective. فلهذا فمن أجي شلون استخرجناها؟ كالمعتاد احنا ايش راح تصير؟ حصير انه 10% اللي هي شو تمثل لي؟ defective،
هاي إذا معناتها البي تساوي لنا 10 إلى 100، آسف خلينا نكتبها بغير مكان. فإذا البي تساوي لنا 10 إلى 100 فحيطلع لنا 0.1، هذا بالنسبة للبي. بالنسبة للكيو اللي هي هنا ايش دي يمثل لي؟ دي تمثل لي اللي هي 5 items بهاي الحالة، حتكون كيو يساوي لنا 1 ناقصا البي، وهنا 1 ناقصا 0.1، إذا معناتها الكيو شو حتمثل لنا؟ حتمثل لنا 0.9. إذا هسه هاي قيمة وهنا قيمة، هنا تغيرت، يعني إذا النص ما ثابت بحسب صيغة السؤال. فهنا احنا استخرجنا قيمة النجاح وقيمة الفشل. هسه اجي اشتغلها، يعني الحالة الاولى الاي هو ايش دا يقول لي حسب السؤال؟ يقول لي none are defective. أجي أكتب القانون ونعوض به، بمعنى آخر the probability ل x يساوي لنا صفر هي عبارة عن الإجمالي شقد؟ 5، فمفكوك الخمسة اللي هو الn. عدد مرات هنا عدم وجود أي قطعة، عدم وجود أي قطعة شبيهة بها إشكالية، none شقد؟ صفر. فلهذا ال x هنا إيش كتبنا؟ ال x تساوي لنا صفر. 5 ناقصا ال x اللي هو صفر، هنا الاحتمالية الأولى ايش قد كانت قيمتها؟ 0.1 مرفوعة ايش قد للصفر، وهنا 0.9 اللي هي عبارة عن 5 ناقصا صفر. هنا طلاب مباشرة نقدر حتى نسوي بهالطريقة، لأن هو ما نكتبها، لأن هنا صفر كمفكوك ايش قد قيمته؟ هذا قيمته 1. 5 ناقصا صفر إذا معناته هو مفكوك الخمسة، فمباشرة مفكوك الخمسة ويا من راح؟ ويا مفكوك الخمسة الموجود أمامنا. فإذا هسه الـ probability للـ x يساوي لنا صفر، شنو صارت؟ بقت هي احتمالية 1 إلى 1 مضروبة في 1 مضروبة في 0.59049. فإذا الاحتمالية إنه ولا وحدة defected none are defective هي عبارة عن 0.59049. هاي بالنسبة للحالة الأولى. نجي هسه بالنسبة